كده يا جماعه كل حاجه جاهزه، مش ناقصنا غير اننا نعرف نجيب بصمه صوت وبصمه ايد جابر دهشان عشان نعرف ندخل على جهاز التحكم المركزي. طب بقول لكم ايه، ما ينفعش نجيب واد مخلص كده من اي سايبر يعمل لنا هاكس على الجهاز دون. يعمل لنا ايه يا فيفي؟ هاكس. اهو اللي انت بتقوليه ده هو اللي اي هاكس. هاكس ايه؟ هو جهاز حوده من خالتك؟ ده جهاز التحكم المركزي بتاع اكبر شركه اتصالات في البلد. خلاص ماشي، الحق عليا، انا اللي عايز اخلصكم من التأبيده. بس وطي صوتك، في ناس صاحيه فوق تفضحينا. يا اخوانا مش كنا رحنا الوكر بتاعنا نمخمخ كده براحتنا؟ خلاص احنا بعنا الوكر، مالوش لزوم بعد ما تبنا. المهم دلوقتي يا جماعه ازاي نقدر نجيب بصمه ايد جابر دهشان؟ يا جماعه احنا مصعبين على نفسنا ليه؟ هو مش معاه تليفون ببصمه ايده؟ احنا نسرق التليفون. والله افرض بقى حاطط بصمه وشه خفيف. قصدك ايه، نسرق فوطه وشه؟ انا اسف يا قبطان، انا قصدي يعني ان ممكن نسحب وهو نايم، نقطع كف ايده اللي فيها البصمه اللي احنا محتاجينها. بالظبط. وبعد ما نخلص العمليه نبقى نرجع له كفه تاني. مظبوط. ما شاء الله عليك يا عطا، ايه الافكار الجميله دي؟ ايه رايك يا قبطان؟ ما انا بقى دلوقتي بقى بخطط على تقيل. اخلص بس كده بقى اتحلت. انا بقى عندي الفكره اللي ناخد بيها بصمه وشه. ازاي بقى يا خالو؟ نقطع لسانه. ايه يا اشجان، انت بقيتي دمويه كده ليه؟ لا لا لا، مفيش قطع ولا حاجه. انا عندي فكره حلوه قوي، عندي واحد صاحبي مونولوجيست يقلد اصوات الفنانين بالكربون. احنا نجيبه ونزقه على جابر يلقط نبره صوته، ناخده معانا العمليه. خدت لي بالك؟ وبعدين بعد العمليه نديله نصيبه. وماله؟ وهو المرة برضه يعمل لنا فقرة تسلينا كده واحنا بننصب. اللي انتوا عايزينه ده مشربات بيجي، ده بيجيب صوت عادل ادهم بالكربون. ايه ده؟ وبيعرف يقلد صوت الفنان كمال ابو رايا؟ انا هديكم نمرته وانتوا اطلبوا اللي انتوا عايزينه منه. لا اله الا الله، الله اكبر. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ يا مصر بتلعب النهارده؟ ده الزفت تحسين بيتفرج على اعاده الحلقه بتاعته، فكر نفسه نجيب ساويرس. مع ان المذيع ما كانتش عايزه تسجل معاه ابدا. يا جماعه هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ هنعمل ايه يا اشجان؟ مذيع. معنا معكم من قلب الحتة شكل الاعمال المتواضع كابر دهشان. لا لا لا، انا اسف جدا، ما بحبش الصحافه. شكرا. كما رأيتم مشاهدينا، رجل الأعمال المتكبر المتصنع المتكلف المتحجر صاحب شركة موبيكول كابر دهشان. إيه يا أليسا اللي بتقوليه ده؟ أولاً حضرتك أنا مدام، ثانياً أنا ما قلتش غير الحقيقة، وبعدين حضرتك أنا مش نازلة من بيتنا عشان أجي أعمل مع حضرتك انترفيو مع حضرتك وعن إنجازاتك، عشان في الآخر حضرتك كده تكرف لي قدام الجردات وعايز تخلع. تكرف لي وتخلع؟ ده برنامج إيه ده؟ برنامج بكرة إن شاء الله يا رب أحلى. آمين يا رب. وجاي بقى تسجلي معايا ليه؟ عشان حضرتك في اشاعات كتير بتقول ان حضرتك الدوبلير بتاع جابر دهشان الحقيقي، وانه جايبك عشان خايف من الاغتيالات، وان حضرتك هتاخد الطلقه مكانه. ايه الكلام الفارغ ده؟ طلقه ايه وبتاع ايه؟ انا جابر دهشان، رئيس مجلس اداره شركه موبيكول. معلش يا فندم استاذنك، يعني يا ريت لو نقول لجمهورنا الحبيب مين حضرتك بس، عشان ممكن ياخدوش بالهم. انا جابر دهشان. هايل، بس يا ريت لو حضرتك تقولها مرة كمان، لأن في كانت واحدة ست فممكن تبقى ما خدتش بالها. قلت لك أنا جابر دهشان، وكل اللي بيتقال عليا ده إشاعات. ميرسي قوي يا فندم بجد، يعني حضرتك راجل طيب قوي، ومتشكرين على اللقاء الجميل ده، بس يا ريت لو كلمة أخيرة بس حضرتك تقولها للشباب اللي في البيوت. طبعًا أنا بشكر كل اللي معلش يا فندم، يا ريت لو حضرتك بس تعرفنا حضرتك مين. يوه، أنا جابر دهشان. إيه؟ أغنيها لك؟ متشكرين مشاهدينا، وإن شاء الله في حلقة جديدة في برنامج بكرة إن شاء الله يا رب أحلى. أيوة بقى، أدي بصمة جابر دهشان. إيده كانت مطربة ولا إيه؟ اسمعوا بقى وقولوا لي إيه رأيكم. أنا جابر دهشان، رئيس مجلس إدارة شركة موبيكول. صوت جابر دهشان. برافو عليكم يا جماعة. فيفي ذاكرت الشخصية بتاعتك كويس؟ بس المغربي ده صعب قوي. جربت الافغاني يا حبيبي؟ صعبه برضه. امسك عطا، ده رقم تليفون فتحي بتاع البوفيه. اشرب حاجه ولا اطلب لكم حاجه؟ تشرب حاجه قوي؟ عايز سحله. سحله؟ بطل هزار بقى عطا. على بركه الله يا جماعه. والله ورجعنا للشقاوه تاني.